Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalat Wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila al-ma'had al-alami al-fikr al-islami. Wa nahnu mutasharafoon al-yawm bihudur al-dayf al-jaleel, al-zair min al-jazair, al-ustaz al-doktor Slimane Nasir, wa huwa ustaz al-iqtisad al-islami bi jamiat al-warqala. الجزائر. نعم. الاقتصاد. الباحث في الاقتصاد. أيوة. الأستاذ والباحث في الاقتصاد. الاقتصاد الإسلامي. أستاذ الاقتصاد والباحث في الاقتصاد الإسلامي. أستاذ الاقتصاد والباحث في الاقتصاد الإسلامي. نعم. يعني. هو من الجزائر وحافظ القرآن الكريم بمدرسة الحياة بالقرار بتاريخ سنة 1983. وليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص مالية من المعهد من معهد العلوم الاقتصادية بجامعة كونستانتينا ودبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة ثم أخذ ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص نقود ومالية من معهد العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ثم دكتوراه في العلوم الاقتصادية بتخصص نقود ومالية من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر سنة 2005 ببحث تحت عنوان علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية بتقدير مشرف جدا وله إسهامات كثيرة وكتابات كثيرة أربعة من الكتب وأكثر من 40 مقالة في المجلات العلمية وطريقة هذه المحاضرة أنه سيلقى المحاضرة بالعربية ونحن إن شاء الله سنحاول الترجمة بالإنجليزية فبعدما يكمل كل فكرة ومحور من المحاضرة نؤتي الترجمة الموجزة المختصرة بالإنجليزية مع أني أفهم أن كلكم تفهمون العربية هل هو فإذا الترجمة يعني ليس هناك أحد. إذا في واحد ما يفهمش عربية يرفع يده. أبي هذا. أبي الوحيد لا أبي مقبول. جيد إذا لا نحتاج إلى ترجمة. فالأستاذ سليمان يلقى محاضرة بالعربية وعنوان محاضرة تحديات رعاحنا للمصرفية الإسلامية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله طبعا سعيد جدا بهذه الدعوة الكريمة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن والذي ينشط في مجال الفكر الإسلامي عموما ومن بين أنشطته وأبحاثه نشر البحوث والكتب في مجال الاقتصاد الإسلامي وهذا ما جعلني أتواصل مع هذا المعهد وتشرفت بدعوة كريمة منه لإلقاء هذه المحاضرة بمناسبة زيارتي للولايات المتحدة فشكر جزيل للإخوة القائمين على هذا المعهد محاضرة في الحقيقة تحمل عنوان التحديات الراهنة للمصرفية الإسلامية هي يعني يجب أن أشير في البداية إلى أنها متخصصة نوعا ما ولكن سوف أحاول أن أبسطها قدر الإمكان حتى تكون مسايرة أو أي أحد من الحضور الكرام يستطيع أن يستفيد منها فبالنسبة للمقدمة نبدأ بمقدمة يشهد التمويل الإسلامي في العقود الأخيرة نموا متسارعا وقد زادت أهميته بشكل ملحوظ عقب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 نظرا لما يملكه من مقومات الأمان والتحكم في المخاطر حيث فاقت نسبة نمو الصناعة المصرفية الإسلامية تلك المتعلقة بنمو المصارف التقليدية يعني في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة وجد أن نمو المصرفية الإسلامية أو البنوك الإسلامية أكبر
بكثير يعني معدلات النمو من المصارف التقليدية، رغم أنه المصارف التقليدية كانت أقدم زمنيا كما تعرفون بقرون، وبلغت مجموع أصول التمويل الإسلامي حوالي 1.8 تريليون دولار نهاية سنة 2013، ويتوقع لها أن تتجاوز حجم 2 تريليون دولار في نهاية سنة 2014. هنا أود أن أشير إلى ملاحظة أنني أعتمد عادة على تقارير الـ IFSB المجلس خدمات المالية الإسلامية بماليزيا. هذا المجلس يصدر تقرير سنوي يعني مفصل وجميل جدا، موجود في موقعه، لكن هذا التقرير يصدر عادة في منتصف شهر مايو، يعني نفس الشهر الذي نحن فيه. فالمحاضرة كان إعدادها من قبل، يعني من حوالي شهر أو شهرين في الجزائر. فهو في كل تقرير ينشر الرقم الفعلي لسنة الماضية والتوقعات لسنة مستقبلية. فلذلك اعتمدت على تقرير سنة 2013، لأنه تقرير سنة 2014 للـ IFSB لم يكن في ذلك الوقت قد صدر. ففي هذا التقرير تقرير يقول بأن الحجم المصرفية الإسلامية حوالي 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013، ويتوقع أن يصل إلى أو يتجاوز 2 تريليون دولار في نهاية سنة 2014، ويحقق نسبة نمو يعني المصرفية الإسلامية أو التمويل الإسلامي، عفوا نتكلم عن التمويل الإسلامي، نسبة نمو تتجاوز أو تصل إلى 17% ما بين سنتي 2009 و2013، لأنه كما تعلمون هي السنة التي أعقبت الأزمة العالمية التي تضرر منها الكثير سنة 2008، لذلك انخفض معدل النمو قليلا إلى 17%، لكن في السابق كانت نسبة النمو تصل إلى حوالي 20% وأكثر. وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 700 مؤسسة تعمل في حوالي 60 دولة عبر العالم، ومع ذلك لا تزال حوالي 80% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة. يعني اكتشفت الهيئات والمؤسسات المالية والنقدية خاصة الدولية أن الكثير يتعاطف مع التمويل الإسلامي ويريد أن يتعامل معه، ولكن لم يتوفر بعد أمامه مؤسسات مالية إسلامية. وقدروا هذا النسبة من قاعدة العملاء الغير مستغلة بحوالي 80%. أيضا كما أن حجم الأصول المالية الإسلامية التي نقول عنها يعني حوالي 2 تريليون دولار لا تشكل سوى 1% من حجم الأصول المالية العالمية أو في العالم، يعني ما زالت مستوى ضعيف جدا. كما أن يعني ما دمنا نتحدث عن التمويل الإسلامي أو المالية الإسلامية، فهي مجزأة يعني تضم داخلها 3 أو 4 مكونات. لدينا البنوك الإسلامية أو المصرفية الإسلامية الإسلاميك بانكينج، يشكل الحجم الأكبر حوالي 80%، و 15% بالنسبة للصكوك، و 4% بالنسبة للصناديق الاستثمارية الإسلامية، و 1% لصناعة التأمين الإسلامي أو التكافل. طبعا مع كل هذه النجاحات إن صح التعبير أو إنجازة تسميتها، هناك بعض التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية. الآن تحدثنا عن التمويل الإسلامي بصورة عامة، الآن نريد أن نركز على البنوك الإسلامية أو ما يسمى بالمصرفية الإسلامية اختصارا، يعني الإسلاميك بانكينج. فيه العديد من التحديات، حاولت أنا شخصيا أن أختار منها التحديات الأكثر أهمية في نظري، ربما يعني هناك من يخالفني في الرأي من باحثين آخرين، فهي على سبيل الأهمية وليست على سبيل الحصر، لأنه هناك الأهم المهم وهناك الأهم كما تعلمون. فنبدأ بأول شيء، لدينا صغر حجم رؤوس الأموال بالنسبة للبنوك الإسلامية. يكفي أن نعرف مثلا في هذا المجال، في هذه النقطة، أن بنك واحد في العالم هو دوتش بنك، مجموع أصوله حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي، بمعنى أن حجم التمويل الإسلامي كله، موش المصرفية الإسلامية فقط، حجم التمويل الإسلامي كله
لم يصل بعد إلى أصول بنك واحد في العالم أو أكبر بنك في العالم وهو دوتش بنك، لأنه إحنا قلنا حوالي المالية أو التمويل الإسلامي حوالي 2 تريليون دولار، وهذا البنك مجموع أصوله 2.8 تريليون دولار. كانت هناك فكرة لإنجاز بنك إسلامي تنموي عالمي برأس مال مصرح به ومدفوع حوالي 3 مليار دولار، ويمكن رفعه بعد ذلك على بضع سنوات إلى 11 مليار دولار يعني خلال 3 سنوات. واقترحت له أسماء مثل الاستخلاف أو إعمار إلى آخره، وكانت تتنافس بعض الدول على استضافته مثل البحرين، مثل ماليزيا، مثل إندونيسيا، بالإضافة إلى إمارة دبي. وكان مقرر، كانوا يعدون له، كان مقرر أن ينطلق في أعماله سنة 2009، لكن مع الأسف ظروف الأزمة المالية لسنة 2008 أجلت تجسيد هذا المشروع ولم يتجسد لحد الآن. طلعتنا بعد ذلك الأخبار بقرب تدشين أو افتتاح بنك آخر في الدوحة بقطر برأس مال يزيد عن 10 مليار دولار عبر شراكة كل من حكومة قطر التي ستساهم فيه بنسبة 30%، إضافة إلى كل من مجموعة دل البركة والبنك الإسلامي للتنمية في جدة. وطبعا نحن ننتظر أيضا هذا المشروع الذي لم يتجسد، بمعنى هناك أفكار لإنشاء بنوك إسلامية عملاقة ويمكن أن يعني أن تنشأ بالحجم المتوسط ثم تكبر، لكن لم تتجسد هذه المشاريع لحد الآن. وبالتالي في انتظار أن يتجسد هذا الفكرة أو البنوك الإسلامية الكبيرة، يبقى لا خيار هناك أمام البنوك الإسلامية إلا الاندماج. يعني في الغرب، وأنتم تعيشون في الغرب، هذه فكرة يعني موجودة وتحدث بكثرة، وهو الاندماج ما بين بنكين لإنشاء البنوك الكبيرة العملاقة، لأنه نحن لدينا في علم البنوك أن البنك عندما يكون كلما كان أكبر كلما كانت لديه قدرة أكبر على تحمل المخاطر ومواجهة الأزمات. لذلك كثير من المؤتمرات والتوصيات وحتى المجامع الفقهية توصي البنوك الإسلامية بالاندماج، لكن حتى هذا الخيار لم نرى لحد الآن بعض الاندماجات الناجحة ما بين البنوك الإسلامية. الشيء الثاني، التحدي الثاني، هو تحديات الإطار القانوني. أنتم تعلمون أن البنوك الإسلامية عندما تعمل في إطار غير ملائم، خاصة من الناحية القانونية ومن الناحية التشريعية، لا يمكنها أن تعمل بأريحية. يمكن أن نقسم في هذا الإطار البيئات، مختلف البيئات التي تعمل فيها البنوك الإسلامية إلى ثلاثة أنواع. لدينا نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل، وهذا يعني تجسد تقريبا في السودان قبل أن ينفصل الجنوب، كان مستقل بنظامه الربوي، لكن الآن بعد الانفصال أصبح كله إسلامي. وأيضا في إيران مع بعض الملاحظات طبعا على التجربة الإيرانية، وأيضا باكستان، لكن التقارير تشير إلى أن لازالت هناك نسبة من البنوك الربوية في باكستان تتراوح ما بين 8 إلى 10% من مجموع النظام المصرفي، بمعنى ليست أسلمة كاملة. النموذج الثاني، وهو نموذج نظام تخضع فيه، بالمناسبة ماذا معانا الأخ من ليبيا، فيه قانون أيضا في ليبيا صدر سنة 2013، قانون رقم 1 سنة 2013، يلغي الفوائد كاملة من البنوك الليبية، ويطبق هذا طبعا شيء صعب، ولكن يطبق بالتدريج على بضع سنوات. لكن كما تعلمون أن يعني ليبيا دخلت في أزمة وفي صراعات، فنتمنى أن تستعيد عافيتها ويطبق القانون. قلت النظام الثاني، وهو النظام تخضع فيه البنوك الإسلامية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن في ظل وجود نظام خاص، قانون خاص عفوا، بالبنوك الإسلامية. يعني هناك ما نسميه بازدواجية القوانين، قانون خاص بالبنوك وقانون خاص بالبنوك الإسلامية. وهذه التجربة الحقيقة يعني بدأت في ماليزيا، ثم تبعتها الإمارات، تركيا، اليمن، وأيضا تبعت بعض الدول مثل الكويت، مثل سوريا، مثل لبنان.
فهي دول تعد على الأصابع لحد الآن. النموذج الثالث وهو نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن في ظل وجود يعني قانون موحد. هنا فقط كان هناك خطأ، عفوا، يعني في الجيب. قانون موحد يعني يحكم الجميع، سواء كانت بنوك تقليدية أو بنوك إسلامية، بحيث البنك الإسلامي، عفوا، البنك المركزي لا يفرق في آليات الرقابة ما بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي، وهنا تكمن المشكلة. فتجده يطبق آليات الرقابة التقليدية الخاصة التي أنشئت أساسا للمراقبة أو الرقابة على البنوك التقليدية، يعني يطبقها على البنوك الإسلامية. من المهم أن تسعى السلطات الإشرافية خاصة في البلدان العربية والإسلامية إلى أن تكون ضمن النموذج الثاني الذي قلت، يعني أن يكون هناك قانون خاص بالبنوك الإسلامية، أي سن قانون خاص لإنشاء وتنظيم ورقابة البنوك الإسلامية بما يراعي خصوصية عملها وبما يسمح للبنك المركزي للدولة باشتقاق التنظيمات والتعليمات الملائمة لعمل هذه البنوك. لأنه لما تعطي للبنك المركزي قانون فيستطيع أن يشتق منه تنظيمات أو تعليمات خاصة بالرقابة على البنوك الإسلامية. إن لم يتسنى ذلك فيمكن للبنك المركزي للدولة أن يمنح استثناءات للبنوك الإسلامية بما يراعي خصوصية عملها وبما يجعلها تعمل أكثر في راحة حتى في ظل القانون المصرفي الموحد، كما هو الحال في بعض الدول. يعني لدينا مثلا كالأردن، لدينا مصر، لدينا السعودية، لدينا كثير من دول، قطر مثلا ليس لديها قانون خاص بالبنوك الإسلامية ولكن تمنح استثناءات للبنوك الإسلامية ولكي تعمل ربما في أكثر راحة. أنا يعني ممكن نسيت، يعني هو أحسن مثال أو أحسن نموذج هو البحرين. البحرين لا يوجد فيها قانون خاص بالبنوك الإسلامية ولكن تعتبر واحة للبنوك الإسلامية، فيها أكبر عدد من البنوك الإسلامية التي تحتضن أي دولة وتعمل بأريحية كبيرة، لأن هناك تفاهم كبير من البنك المركزي البحريني. الشيء الثالث، التحدي الثالث، وهو سميته بالتحديات الشرعية، وحاولت أن أقسمه إلى يعني ثلاث جوانب. لدينا ما يمكن تسميته بالحيل الفقهية، يعني كثير من البنوك الإسلامية مع الأسف بسبب هذه الحيل يعني أصبحت لا تختلف في عملياتها عن البنوك الربوية أو البنوك التقليدية، وربما يعني في على رأس هذه ولا يبرز على رأس هذه النقطة ما يسمى بعمليات التورق. لا أدري إن كنتم لديكم فكرة عن التورق أم لا. التورق هو أن يشتري إنسان يعني سلعة على أن يدفع ثمنها بالأجل، ثم يعني وهذا جائز شرعا، ثم يبيعها على أن يكون التسديد حالا فقط لكي يتحصل على النقود، لكن يبيعها لشخص ثالث، طبعا لا يبيعها لنفس الشخص حتى لا نقع في مشكلة العينة، لأن العينة كما تعلمون هي هذا المحظور غير جائز. فلذلك هو يشتري من شخص بالأجل على أن يدفع مؤجلا ويذهب لشخص ثالث ويبيعه ويطلب منه التسديد حالا عندما يكون هذا الشخص في حاجة إلى نقود. البنوك الإسلامية أصبحت خاصة في الخليج تطبق هذه الصيغة لتمويل العملاء بالنقود، وكأنه تعطيهم قروض، فهي لا تسميها قروض ولكن تقولك بأنه راني أموله بصيغة التورق. فوجدوا أن العلماء وجدوا أن الإسراف في هذه العملية أصبح صوري فقط وأصبح أشبه بالقرض الربوي، لأنه عادة عندما يبيع الشخص يبيع بسعر أقل ولما يسدد يسدد بسعر أعلى، فأصبح وكأنه قرض ربوي. نجد مثلا البنك الأهلي السعودي يعني يطبق التورق بنسبة تصل إلى 80%، وهذا المنتوج أو هذه الخدمة يسميها تيسير، وكأنه تيسير للعملاء. وهذا ما جعل مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي يصدر قرار بتحريم التورق
بنوعه المنظم والعكسي. يعني الصيغة التي شرحتها يكون يعني العميل هو الذي يطلب التمويل والبنك هو الممول، فهذا يسمونه المنظم، لا عفوا المنظم. وإذا كان عكسنا الصورة أو عكسنا الأدوار فيسمونه بالتورق العكسي، فهو حرمه بنوعه لما وجده بأنه أشبه بالمعاملة الربوية. لدينا الجانب الثاني، الاختلاف الشرعي حول المنتجات. نجد أن الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي تختلف، أو حتى الهيئات الشرعية تختلف في بعض المنتجات، فتضع البنوك الإسلامية في حيرة. دائما نرجع مثلا إلى التورق، نجد بأنه هناك معيار من الأيوفي، تعرفون الأيوفي وش معناتها؟ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين تصدر معايير شرعية ومعايير محاسبية. فالشيء الذي يهمنا هنا المعيار الشرعي رقم 30 الخاص بالتورق. عندما تصدر معيار خاص بالتورق وكأنه تنظم العملية فقط، قال يا جماعة ها وكيفاش تنظمون، لا عفوا تطبقون التورق. وفي نفس الوقت عندما يصدر مجمع الفقه الإسلامي كما ذكرت سابقا قرار بتحريم التورق، فتجد البنوك الإسلامية نفسها في حيرة، معيار ينظم وفتوى تحرم. يعني المعيار صدر في 2006 والفتوى صدرت في 2009 كما قلت في مؤتمر الشارقة، ولا زال المعيار والفتوى قائمين لحد الآن. الشيء الثالث هو احتكار القلة للهيئات الشرعية. يعني هناك أقلية يحتكرون الهيئات الشرعية رغم أنه عدد كبير من البنوك الإسلامية، ولا يتركون المجال للدماء الشابة أو كما تحبون يسمونها لتأخذ المشعل، لأنه كما تعلمون أن العضوية في هيئات الرقابة الشرعية فيها مقابل. فيعني أنا وجدت إحصائيات قامت بها يعني هيئات أو منظمات دولية حتى لا نطعن في مصداقيتها. هذه الهيئات الدولية وجدت بأنه 3 علماء فقط يشكلون حوالي 20.9% من مجموع المجالس والهيئات الشرعية في مختلف البنوك الإسلامي، 3 علماء فقط. الشيخ الذي يتصدر هؤلاء 3 عضو في 85 هيئة شرعية، تصور يعني ما بين بنك إسلامي وشركة تأمين إسلامية إلى آخره. والذي يأتي بعده في المرتبة في هؤلاء 3 عضو في 71 هيئة شرعية، كما أن 20 عالما يشغلون العضوية في ما مجموعه 621 هيئة شرعية. يعني 20 عالما فقط هم أعضاء في 621 هيئة شرعية. لذلك نجد بعض الدول مثلا مثل سوريا مع الأسف قبل أن تدمر، البنك المركزي أصدر قرار بأنه العضو لا يكون عضوا في أكثر من 3 هيئات للرقابة الشرعية. وأيضا السودان موجود هذا القانون في السودان، ولكن بين قوسين قالوا إلا استثناء، إلا إذا كان اقتضت الضرورة أو شيء من هذا القبيل. فلذلك يعني لابد من تحديد هذه العضوية. الشيء الرابع عدم إلزامية التطبيق لمعايير المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي. طبعا لدينا مجلس الخدمات المالية الإسلامية الـ IFSB ومقره ماليزيا يصدر معايير خاصة بالرقابة، وهذا الـ IFSB يعني لهذا المجلس أعضاؤه كلها من البنوك المركزية، يعني ليس له أعضاء من البنوك الإسلامية نفسها، لكن الأعضاء هم من البنوك المركزية للدول الإسلامية. هذا المجلس تأسس في سنة 2002 وأصدر العديد من المعايير، معايير الرقابة طبعا، ومنها مثلا معيار رقم 15 المتعلق بتطبيق كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، احنا نسميها الكابيتال أدكويسي، يعني ملائمة رأس المال أو كفاءة رأس المال أو كفاية رأس المال. هذا المعيار رقم 15 الذي أصدره الـ IFSB للبنوك الإسلامية يكون مطابق لاتفاقية بازل 3. أنتم تعلمون أنه في سويسرا هناك لجنة في بنك التسويات الدولية تصدر معايير لمراقبة البنوك ويجب أن تطبقها. لدينا بازل 1 ثم بازل 2، يعني دائما يكون فيه تطور، وبازل 3 التي صدرت في 2010 وبدأ تطبيقها في 2000 يعني بداية 2013.
فهي صادرة للبنوك التقليدية وليست صادرة للبنوك الإسلامية. هذا المجلس مهمته أنه يصدر معايير تكون متلائمة مع معايير بازل وفي نفس الوقت متلائمة مع طبيعة البنوك الإسلامية. طيب أصدر معيار رقم 15 في ديسمبر 2013 ولم يطبقه لحد الآن سوى ثلث الأعضاء في المجلس. يعني أنا تلقيت مساعد الأمين العام للمجلس لقيته في الدوحة في شهر مارس في مؤتمر قال في محاضرته بأنه ثلث الأعضاء في المجلس فقط يطبقون هذا المعيار. أيضا لدينا هيئة المحاسبة والمراجعة التي أشرت إليها الأيوفي التي تأسست سنة 1991 في البحرين تصدر معايير كما قلت خاصة معايير بالمحاسبية ومعايير شرعية. نجد أنه حوالي يعني الأعضاء حوالي 200 عضو لكن الذين يطبقون هذه المعايير حوالي 13 عضو. إذن هذه المعايير إذا كان ينفق فيها الكثير من الجهد ومن الوقت ومن المال وفي الأخير لا تكون ملزمة التطبيق فتكون يعني خسارة كبيرة وتبذير للأموال. يعني أريد أن أقول يعني أن وش يسر بين قوسين تلاقيت شيخ يعني هو في يعني في مقام والدي لكنه صديق في 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 القاهرة كان من بين الأعضاء الذين وضعوا معايير الأيوفي فقال لي هذا في سنة 2003 قال لي كل معيار يعني ننشئه العضو يعني يأخذ تذكرة يعني سفر يعني ذهاب وإياب وفندق خمس نجوم زائد $5,000 للمعيار الواحد. فتصوروا يعني هذه الأموال التي تصرف على هذه المعايير ولكن في الأخير هي غير ملزمة التطبيق فهذا ضد يعني كما قلت فيها إسراف وتبذير وضد مبادئ الحكمة. الشيء الآخر الجانب الآخر هو ضعف الابتكار والتنوع في المنتجات. طبعا لدينا في البنوك شيء مهم جدا وهو ما يسمى بأدوات إدارة المخاطر Risk Management. البنوك التقليدية تستفيد كثير من في هذا المجال مما يسمى بالمشتقات المالية Financial Derivatives. يعني هذه المشتقات المالية فيها أكيد يعني تسمعون عنها فيها السوابس فيها الأوبشنز فيها هذه الأشياء لكن أثبت العلماء والمجامع الفقهية كلهم حرمتها لأنها تحتوي على الربا والغرر والقمار وبيع الإنسان ما لا يملك إلى آخره وبالتالي لا تستطيع البنوك الإسلامية أن تستفيد منها في إدارة المخاطر رغم أنها تتعرض لمخاطر أكثر من البنوك التقليدية. فلذلك لابد من وجود أدوات لإدارة المخاطر يعني تكون بديلا للمشتقات المالية. وهناك خاصة في للتحوط كما قلنا وإدارة المخاطر هناك جهود هناك أفكار هناك بحوث وضعت في هذا المجال لإنشاء أو وضع مشتقات متلائمة مع الشريعة الإسلامية لكن مع الأسف بقيت يعني كما قلوا حبيسة التنظير ولم تطبق بشكل فعلي وواسع في عمليات البنوك الإسلامية. أيضا في هذا الجانب يعني في جانب ضعف الابتكار والتنوع في المنتجات البنوك الإسلامية تعاني من أدوات توفير السيولة خاصة للأفراد أو ما يسمى بتمويل رأس المال العامل للشركات وإدارة سواء يعني الفائدة أو العجز في السيولة. وكثير من البنوك خاصة كما قلت في الخليج لجأت لحل هذه المشكلة إلى التورق ونحن نعلم أن التورق يثار حوله الجدل الفقهي. هناك مدرستان يعني في هذا الجانب يجب أن نذكر بأن هناك مدرستان في المالية الإسلامية المدرسة الخليجية والمدرسة الماليزية وكل التجارب الأخرى تجدها يعني تنساق وراء إحدى المدرستين. التجربة الماليزية تعتمد مع الأسف على بيع العينة وبيع العينة عندنا محرم هم يعتمدون على رأيي في المذهب الشافعي يبيحوا بيع العينة. والمدرسة الخليجية تعتمد كثيرا على التورق ونحن نعرف أن التورق أثير حوله جدل كبير حول شرعيته. أيضا من نتائج ضعف الابتكار اعتماد كثير من البنوك في العمليات يعني خاصة في البنوك الإسلامية
في على معدل ما يسمى بالليبر. تعرفون الليبر ما معناتها؟ هو الليبر اختصار لكلمة لندن انتربانك اوفرد ريت، معدل الفائدة المعروض ما بين البنوك في سوق لندن، يسمى باختصار ليبر، هو معدل عالمي. فكثير من البنوك الإسلامية عندما مثلا تريد أن تحدد هامش المرابحة تعتمد على الليبر، هذا المعدل العالمي في لندن. هذا المشكل يعني الكثير من العلماء أجازوا للبنوك الإسلامية أن تعتمد على الليبر على سبيل الاستئناس وليس على سبيل التطبيق. يعني أنا مثلا أريد أن أنافس البنوك الأخرى هي تعطي معدل فائدة، أنا لا أعطي معدل فائدة، مثلا أضيف هامش لعملية المرابحة، ولكن لا مانع أن أجعل هذا الهامش مثلا مساوي للمعدل الفائدة الذي تفرضه البنوك الأخرى على سبيل المنافسة، لكن لا أطبق معدل فائدة. هم أجازوا هذا الشيء العلماء والمجامع الفقهية، لكن وجدوا أن هذا يسبب كثير من المشاكل، يعني كثير من المخاطر. لدينا مثلا يعني نوعين من المخاطر، مخاطر الثقة، لأنه الفرد عندما يسمع بأن البنك الإسلامي يعتمد في كثير من عمليته على معدل الفائدة، فهذا يجعله يرتاب، يقول لك وكأنه البنك لا فرق بينه وبين البنك الربوي، فيمكن أن يهرب إلى البنوك الأخرى. وشيء آخر وهو مخاطر التجارية المنقولة، يعني هذا النوع من المخاطر لم يكن من قبل، ولكن وجد مع عمل البنوك الإسلامية وهو خاص بالبنوك الإسلامية. ما معنى؟ بمعنى أن البنوك الإسلامية عندما تتحصل على الأرباح في نهاية السنة توزع هذه الأرباح ما بين المساهمين الذين يملكون البنك وبين أصحاب الودايع. طيب، صاحب الوديعة يقارن ما تحصل عليه من ربح مع رأس ماله الذي أودعه أو عن وديعته، يجد بأنه نسبة الربح المعطاة له مثلا 4%، ويجد زميله الذي أودع الأموال في بنك ربوي أعطيت له معدل فائدة 6%. هو لا يفهم بأنه البنوك الإسلامية لا تعمل بمعدل فائدة، فيقول لك لماذا زميلي في البنك الآخر أعطوا له 6% وأنا 4%، رغم أن البنك الإسلامي لا يحسب بهذه الطريقة. فالبنوك الإسلامية وجدت نفسها مضطرة أنه في كل مرة تشوف معدل الفائدة المعطى على الودائع في البنوك الربوية وتحسب الأرباح الموزعة على المودعي، فإذا كانت أقل تضحي بجزء من أرباحها كمساهمين لكي تغطي ذلك النقص حتى المودعون لا يهربون إلى البنوك التقليدي. هذه نسميها في البنوك الإسلامية بالمخاطر التجارية المنقولة. لاحظوا كل هذه المخاطر أوجدها الاعتماد على المعدل الفائدة الليبر هذا العالمي. طبعا يبقى المجال مفتوح للاجتهاد، لابد من إيجاد يعني مؤشر إسلامي بديل لسعر الفائدة. هناك أيضا أفكار، هناك أبحاث، لكن يعني لإيجاد معدل أو نسبة ربح مقبولة تعتمد على العائد الفعلي المتحقق أو متوسط ذلك العائد، لكن لحد الآن هذه الأفكار أيضا بقيت يعني نظرية وبعيدة عن التطبيق. يمكن هنا أن نذكر تجربة الصكوك الحكومية في السودان، بدأوا في تطبيق معدل يسمى يعني المعدل الفعلي للمشاركة في الربح والخسارة، فلكي يبتعدوا تماما على معدل الفائدة المطبق في السوق. ونتيجة لذلك استطاعت الصكوك الحكومية السودانية أن تنجو من براثن الأزمة المالية العالمية، وهذه حقيقة. يعني سبحان الله، عندما أوجدوا في السودان هذا المعدل الذي يعتمد فعلا على المشاركة في الربح والخسارة، وجدوا أن بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 كل الصكوك تضررت في الخليج، في ماليزيا إلى آخره، ما عدا الصكوك السودانية، ونقول صكوك حكومية لأنه معظم الصكوك في السودان هي صكوك حكومية وليست خاصة، لم تتضرر كثيرا، ربما يعني يكون بهذا السبب. الشيء الآخر هو نقص أدوات إدارة السيولة خاصة الصكوك السيادية. يعني من بين التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية حاليا بالإضافة إلى التحديات السابقة،
عدم وجود أو تيسير السيولة للنظام المصرفي الإسلامي وتوفير متطلباته من النقد في ضوء قلة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية لا تشتغل بالسندات لأنها ربوية، لا تخصم أوراق تجارية إلى آخره، فنجد أنه لديها نقص في أدوات إدارة السيولة. فالشيء الوحيد يبقى أمام البنوك الإسلامية لاستخدامه كأدوات لإدارة السيولة هو الصكوك الحكومية أو ما يسمونه الصكوك السيادية أو ما شابه من الأدوات، لأن هناك صكوك سيادية وشبه السيادية، علما بأن الصكوك السيادية حاليا تمثل حوالي 60 إلى 80% من مجموع إدارات الصكوك الإسلامية. يعني أي صكوك تصدر مثلا في ماليزيا أو في الخليج تجد من حوالي 60 إلى 80% من هذه الصكوك هي صكوك حكومية والباقي صكوك خاصة. طيب، ذكرت دراسة لصندوق النقد الدولي في إطار التحديات التي تواجه الصرافة الإسلامية بأنها في حاجة إلى تطوير سوق الصكوك الإسلامية، حيث تعاني هذه الأخيرة من ارتفاع كبير في الطلب وضعف في المعروض. يعني هذه الدراسة لصندوق النقد قالت بأن إجمالي إصدار الصكوك الإسلامية في العام الماضي يعني 2014 على سبيل المثال نحو 130 مليار دولار فقط، بينما البنوك الإسلامية تحتاج لإدارة سيولتها إلى نحو 300 مليار دولار من هذه الصكوك، وهو الأمر الذي يستدعي من الحكومات لكي تضاعف من إصدار هذه الصكوك التي قلنا تسمى بالصكوك السيادية. سابعا وأخيرا، طيب، ضعف المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية. طبعا المسؤولية الاجتماعية هذا في الحقيقة مصطلح غربي، يعني أن الشركة تتواصل مع المجتمع أو مع المحيط الذي تعيش فيه حتى لا تتهم بأنها تسعى لتحقيق الربح فقط، تحاول أن تفيد وتستفيد من المجتمع. فتعتبر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الأصل مصطلحا غربيا، وقد نشأ في المجتمعات الرأسمالية للتوازن بين ما تستفيده الشركات التجارية من المجتمع وما تقدمه له، وهو يعني عدم الاكتفاء بالدور التجاري أو الربحي ودعم المجتمع بالمنح الدراسية، مثلا دعم الجمعيات الخيرية، دعم المستشفيات والمساهمة في بنائها. ولا يخفى أن للمسؤولية الاجتماعية أثر تجاري، لأنه يساهم في الترويج للمؤسسة حتى أضحى أحد جوانب الحكم الرشيدة، لأنه الشركة عندما تقوم بنشاط خيري في أي مجتمع فهذا يعتبر ترويج للشركة، فهو يساهم بشكل مباشر في زيادة أرباحها حتى ولو كان عمل خيري. وتوجه الانتقادات إلى البنوك الإسلامية وإلى المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام بضعف دورها الاجتماعي، مع أن بعض الفقهاء يقرون بأن ذلك غير مطلوب شرعا بإطلاق. يعني بعض الفقهاء يقول لك المسؤولية الاجتماعية والدور الاجتماعي غير مطلوب في البنوك الإسلامية، هي مؤسسة ربحية. لكن أنا أختلف مع هذه النظرة، لأنه أرى بأنه إذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية موجودة وقائمة، فهي في البنوك الإسلامية تبرز بشكل يعني ملح أكثر مقارنة بالشركات التجارية الأخرى. لماذا؟ بالنظر للمبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي بشكل عام وللأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. إذا كنا يعني نقول بأن التمويل الإسلامي يسعى إلى تحقيق العدالة والتكافل والتضامن إلى آخره، هذه المبادئ، فنجد بأن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية أقوى من الشركات التقليدية. إضافة إلى أن ذلك يبرز كضرورة تنافسية ما دامت تمارسه البنوك التقليدية وهي قائمة على الربح أساسا. يعني إضافة إلى هذه القيم التي تقوم عليها البنوك الإسلامية، ما دامت البنوك التقليدية الأخرى تقوم به فهو يعني يبرز أيضا من جانب المنافسة مع هذه البنوك. لذلك يمكن للبنوك الإسلامية أن تلعب دورها في هذا الجانب بالاعتماد أساسا على غرامات التأخير القائمة على مبدأ التصدق لطرف ثالث. أنتم تعلمون بأنه في المعاملات التي يكون فيها التسديد بالتقسيط مثل المرابحة أو الاستصناع أو الإيجارة ليزينج إلى آخره، لما العميل يعني يتأخر عن سداد قسط في الموعد المتفق عليه، وهذه الحقيقة يعني أثارت جدلا في بداية عمل البنوك الإسلامية غرامة التأخير أو ما يسمى بالتعزير بالمال، فوجدوا لها حل وهي مبدأ التصدق لطرف ثالث. يعني العميل
يمضي في العقل بأنه إذا تأخر عن السداد بسبب المماطلة فيتصدق بغرامة مالية لطرف ثالث وهي عادة الجمعيات الخيرية. فيمكن للبنوك الإسلامية أن تستغل هذه الغرامات التأخير في تقوية دورها الاجتماعي. وكذلك فوائد البنك الإسلامي من أمواله المودعة لدى البنك المركزي، لأنه تعرفون أن كثير من البنوك الإسلامية عندما تضع أموالها لدى البنك المركزي، البنك المركزي يعطي عليها فوائد، أو حتى لدى البنوك التقليدية الأخرى خاصة يعني المراسلة، نسميها البنوك المراسلة في التجارة الخارجية، تعطي عليها فوائد. فيمكن البنك الإسلامي أن يأخذ هذه الفوائد ويتصدق بها على الفقراء والمشاريع الخيرية، ويكون ذلك تقوية لدورها أو المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية. هذا يعني الحقيقة الفكرة للأمانة العلمية أخذتها من زميلي الدكتور عبد الباري مشعل، وأشرت إليها ببعض الخبراء. أنت يعني اقترح أن توجه البنوك الإسلامية في إطار قيامها بمسؤولية الاجتماعية للاستثمارات والتمويلات إلى المجالات الأكثر احتياجا للمجتمع دون التخلي عن الجانب الربحي. فالمؤسسة المالية يمكن أن تكون أكثر اجتماعية عندما تختار تمويل مجمع سكني لذوي الدخل المحدود، أو مجمع مدرسي في المناطق النائية، أو مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تمويل مؤسسات البنية التحتية كالكهرباء ونحو ذلك من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الربحية التجارية. فالمسؤولية لا تتطلب تخليا عن الربح، وإنما الجمع بينه وبين الجانب الاجتماعي. طيب، هذه يعني أهم الجوانب التي أود أن أتطرق إليها كما قلت على سبيل الأهمية وليس على سبيل الحصر. كخلاصة أو كخاتمة، التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية والتي تناولناها باختصار يمكن التغلب عليها ومواجهتها أو كسب التحدي أو على الأقل التقليل من حدتها. ذلك أن بعضها يتعلق بإرادة البنوك الإسلامية نفسها كما رأينا، والبعض الآخر يتعلق بالمحيط مثل الدولة أو السلطات الإشرافية أو البنك المركزي إلى آخره الذي تعمل فيه. وأمام كل التحديات السابقة التي أشرنا إليها أشرنا إلى كيفية التعامل المفترض معها، يبقى هناك تحدي آخر وهام قد يترك تأثيره على كل التحديات السابقة. يعني كل التحديات التي ذكرتها يبقى هناك تحدي آخر يمكن أن نضيفه، وهو أيضا مهم، ولكن أردت أن أذكره في الخلاصة لأنه وكأنه يجمع كل التحديات. وهو هذا التحدي هو توقع تراجع معدلات نمو العالية للتمويل الإسلامي. يعني كما رأينا كان معدل النمو الإسلامي 20% وأكثر قبل سنة 2009، لكن من سنة 2009 إلى سنة 2014 نزل هذا المعدل إلى حوالي 17% بسبب هذه الأزمة. لكن الآن بسبب انهيار أسعار النفط، وكلكم تتابعون الأخبار، وتراجع حجم المدخرات، وبالتالي يعني المصدر المهم للودائع خاصة في دول الخليج هو هذه المداخيل النفطية، ونحن نعاني الآن من تراجع مداخيل النفط. فيمكن أن هناك توقعات كثيرة تشير إلى أن تتراجع معدلات نمو المذكورة سابقا للمصرفية الإسلامية إلى حوالي 5 أو 7% خلال السنوات القادمة، طبعا بين قوسين إن لم تتعافى أسعار النفط، ولا يبدو ذلك قريبا كما يقول الخبراء، مما يعني إقبال هذه الصناعة على سنوات عجاف بعد سنوات الرخاء. أنتم تعلمون أن برميل النفط في السنوات الماضية تجاوز $100 يعني وأكثر، لكن الآن يعني هناك انهيار في الأسعار. إذن قلنا مما يعني إقبال هذه الصناعة على سنوات عجاف بعد سنوات الرخاء، ومما يتطلب أيضا ترشيد هذه الصناعة بشكل أفضل، خاصة التركيز على جانب الابتكار وإيجاد الأدوات والمنتجات المالية المساعدة على جلب أكبر حجم من المدخرات رغم تراجعها في ظل منافسة شرسة في هذا المجال من البنوك التقليدية. وشكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. شكرا وجزاكم الله خيرا أستاذ سليمان على هذه المحاضرة ممتازة. فالآن نفتح المجال للمناقشة والأسئلة، وعندنا حوالي نصف ساعة لذلك حتى ننتهي إلى ساعة ثانية عشر ونمشي للصلاة الجمعة إن شاء الله بعد ذلك.
تفضلوا. Can you help him with? Two questions, but سؤالين مختلفين. السؤال الأول أنت أشرت إلى النموذج السوداني والنموذج الباكستاني، لم نريد أن نعرف النموذج الإيراني ومقارنته بالنموذج. السؤال الثاني أنت قلت أن يوجد مدرستين، مدرسة الخليجية في الأمور الاقتصادية والمدرسة الماليزية. المدرسة الخليجية انتقدتها بأنها يوجد بها التورق وهذا لا ضد الشريعة الإسلامية، بينما المدرسة الماليزية انتقدتها أيضا لأن يوجد فيها العينية وهذا أيضا بيع العين، بيع العين مختلف عن الشريعة الإسلامية. فما هو المدرسة الاقتصادية السليمة التي يكون فيها المصارف الإسلامية سليمة واضحة شرعية من هذا؟ شكرا جزيلا. شكرا. النموذج كما قلت السوداني كان فيه يمشي بشكل أعرج، يعني لم تكن هناك إسلامة كاملة بسبب مشكلة الجنوب، لما انفصل الجنوب أصبحت هناك إسلامة كاملة. بالنسبة للنموذج الإيراني، خلينا نبدأ بالنموذج الباكستاني، هم يقولون بأن هناك إسلامة منذ بداية الثمانينات، لكن إحصائيات لو رجعت إلى تقرير الـ IFSB مثلا تجد بأنه يعطي لك حجم المصرفية الإسلامية وحجم المصرفية التقليدية، تجد بأنه حجم المصرفية التقليدية في باكستان تشكل حوالي 8-10%. هذا يعني ببساطة أن ليست هناك أسلمة كاملة. النموذج الإيراني هناك أسلمة كاملة في تقرير مثلا الـ IFSB أو غيره، قل لك النموذج البنوك الإسلامية المسيطرة بنسبة 100%. لكن المشكلة أنه مثلا لو رحت إلى هناك بنك كبير في إيران يسمى بنك صادرات، يعني لا أقصد أنه متخصص في الصادرات، اسمه لا أعرف الفارسية، اسمه بنك صادرات، هذا الذي فروع في كثير من أنحاء العالم ومن بينها فرع دبي، يشتغل بالربا، يشتغل بالفائدة. فإذا كانت مثلا إيران دولة إسلامية والإمارات دولة إسلامية، فلماذا يشتغل بالربا؟ وكأنه يعني خرج من إيران وتخلص من رقابة البنك المركزي الإيراني. فيعني لذلك قلت حتى التجربة الإيرانية فيها يعني فيها كلام، يعني فيها بعض الملاحظات. يبقى ما هي كما قلت التجربة الماليزية تعتمد على بيع العينة كثيرا، لأنه بيع العينة بالمناسبة هو محرم لدى جميع الفقهاء، ولكن هناك رأي في المذهب الشافعي الذي يتبعونه يجيزها. التجربة الخليجية تعتمد على التورق، هو التورق ليس محرم بالمناسبة، يعني ليس محرم، يعني عند كل بعض الفقهاء يحرمونه، والذين يجوزونه بشكل فردي بين الأفراد هذا جائز يقولون، لكن حرموه لما انتقل إلى البنوك. فلأنه لما انتقل إلى البنوك أصبح يسمى بالتورق المنظم والتورق العكسي. كيف تحدث العملية؟ يعني مثلا البنك الإسلامي لديه مخزون من الحديد أو من الزنك في مستودعاته، نفس المخزون هذا يجري عليه عمليات التورق بالنسبة لعدد كبير من العملاء، فأصبحت العملية وكأنها عملية صورية وكأنها حيل، فاهم حضرتك؟ فلذلك المجمع الفقهي حرم التورق، ولكن
ركز على هذه الكلمة التورق المنظم والتورق العكسي عندما يحدث بين البنوك. قلت المنظم والعكسي عند تبادل الأدوار بين العميل والبنك، لكن التورق بين الأفراد لم يحرمه المجمع. يبقى الآن ما هي المدرسة الأحسن أو الأفضل؟ أنا في نظري المدرسة الأحسن هي المدرسة السودانية، مدرسة في قمة الأصالة، فيها اعتدال، تبتعد عن التورق، تبتعد عن الحيل. هيئة رقابة شرعية مركزية في البنك المركزي، محافظ البنك المركزي الذي المفروض يفهم في الأمور التقنية فقط، عضو في هيئة الرقابة الشرعية المركزية للبنك المركزي، وعضو من هيئة الرقابة الشرعية للبنك المركزي يكون عضو في مجلس البنك المركزي لكي يوافق على أي قرار أو أي منتوج. يعني هناك آليات وتنظيم جيد جدا بحيث يبتعدون عن الحيل. وذكرت لك أيضا مثال الابتعاد عن الليبر، اعتماد على معدل الربح الحقيقي، المشاركة في الربح والخسارة. لكن مع الأسف الظروف في السودان لم تسمح، الظروف التي يمر بها السودان الشقيق لم تسمح بنشر تجربتها للعالم بسبب حصار يعني شركاتها، حصار بنوكها، المشاكل أنا أسميها مفتعلة بعد الانتهاء من مشكلة الجنوب، أصبحت هناك مشكلة في دارفور وهكذا. فكل هذا خلى التجربة السودانية لا تبرز بشكل واضح، لكن في جوارها هي في قمة الأصالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير على هذه المحاضرة القيمة. لدي استفساران أو استفسارين. الاستفسار الأول، يعني هناك بعض علماء الاقتصاد المسلمين الذين ناقشوا قضية استخدام كلمة الفائدة تساوي ربا، لم تتطرق إليها كأنما أنت قبلت قبول مبدئي بأن الفائدة هي ربا. الاستفسار الثاني، عندما ذكرت أن المصارف الإسلامية عندما تودع أموالها تودع فيها في مراكز في المصارف المركزية تأخذ عليها فائدة، فإذن هنا عودة إلى الأصل أنك تأخذ فائدة في الوقت الذي تتعامل مع عملائك بدون ما تسميه بالفائدة، فكيف حللوها؟ نقطة أخيرة، هذا الاحتكار من بعض بين قوسين العلماء أو المشايخ شيء غريب جدا. يعني حقيقة هذا الاحتكار هو منهي عنه في السوق ومنهي عنه حتى في التجارة وفي المصارف، كيف قبله العلماء بهذا الشكل؟ شكرا. نعم والله يا أستاذ عشي، أستاذ علي، يعني لم أريد أن أتطرق إلى موضوع الفائدة هل هي ربا أم لا، يعني هذا شيء يعني محسوم يعني من منذ بداية عمل البنوك الإسلامية، يعني حسمه مجمع الفقه الإسلامي، مش مجمع الفقه الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر سنة 65، يعني في وقت مبكر جدا حتى قبل إنشاء البنوك الإسلامية بالشكل الحديث سنة 75، قال بأن الفائدة هي ربا، فيها ربا النسيئة وفيها كل يعني المساوئ، فلا لم أريد أن أخوض في هذا المجال لأنه ليس عنوان محاضرتي والتعريف بالبنوك الإسلامية وإنما التحديات. بالنسبة لفائدة البنك المركزي، أنا قلت لذلك قلت بأنه لماذا ذكرت العديد من النماذج، لأنه هناك نموذج الدول التي يكون فيها أسلمة كاملة فالبنك المركزي يبتعد عن هذا الشيء خلاص، المشكلة مفروغ منها. لكن عندما يكون هناك قانون مصرفي موحد يطبق على كل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية،
والبنك المركزي في قانونه أنه الأموال التي توضع من البنوك لدى البنك المركزي يعطي عليها أموال عفوا يعطي عليها فوائد. فهو يقول لك هذا القانون مطبق على الجميع، أنت كبنك إسلامي تريد أن تأخذها أهلا وسهلا، تستهلكها تصدق بها على الفقراء هي ملكك. الفقهاء أجازوا للبنك الإسلامي أن يأخذ هذه الفوائد ويتصدق بها على الفقراء، لكن هذه ليست مشكلة. المشكلة أنه لا يقترض من البنك المركزي بالفائدة، لأنه يصبح هو الذي يدفع الفائدة، لأنه لما يأخذ فوائد على أمواله المودعة يستطيع أن يتخلص منها بالتصدق على الفقراء. لكن عندما يقترض من البنك المركزي يجد نفسه مضطرا لكي يدفع معدل الفائدة ويقع في المحظور أو يقع في الربا، فلذلك يعمل كل احتياطاته ويضع مخصصات ويضع أموال إضافية إلى آخره حتى لا يقع في هذه المشكلة. العلماء قضية العلماء احتكار العلماء. طيب احتكار العلماء احتكار العلماء ليس لدي تعليق، يعني الحقيقة يعني هو مشكل كبير، لذلك قلت العلاج يكمن في الدولة نفسها، يعني قانون صحيح قانونها وقوانين البنك المركزي. وأعطيتك مثال في بعض الدول يحددون نعم بعدم يعني لا يزيد العضوية في ثلاث هيئات، لكن هم هذا العلماء أو المشايخ يعني حتى لا أظلم جميع الناس، هناك من يتحجج بقلة العلماء، هناك من يتحجج بيقول لك هم اللي يجوني مش أنا اللي نروح لهم. طيب هم يجوك لماذا لا ترفض؟ لماذا لا تعتذر؟ يقول لك لدينا نقص، لكن هو في الحقيقة عملية تجارية، لأنه وهذه نقطة نسيت ما قلتهاش في المحاضرة، العالم لما يكون عضو في 70 أو 80 هيئة هو مطالب بأن يجيب على أسئلة الموظفين، مطالب بأن يجيب على أسئلة الإدارة إلى آخره إلى آخره، فيمكن أن لا يجد وقت في ظل هذا العدد الهائل، وفي نفس الوقت يستفيد، لأن كل هذه العضوية بمقابل، يستفيد من مقابل مادي. فنجد أن البنك الإسلامي يقع في مشكلة ضد مبادئ الحوكمة، وهي يعني صرف أموال في غير محلها. لو كان اختار هيئة رقابة شرعية متفرغة حتى ولو أخذت مقابل ليس هناك مانع، لكن تصبح تعطي الأموال لأشخاص ولا تستفيد منهم كثيرا، لأنه أصبح هناك نوع من البريستيج، لا أريد أن أذكر أسماء لأنه نحن في يوم الجمعة، لكن لما ينشأ بنك إسلامي لم أقول يجوز، لكن يمكن أن يكون الذنب مضاعف. فيعني أصبح نوع من البريستيج لما يفتح بنك إسلامي يقول لك يعني عضو هيئة الرقابة الشرعية الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني، وكأنه يعطي قيمة وسمعة للبنك. فهذا الذي يحصل للأسف. في يعني حل هذه المشكلة في جانب منها يرجع للسلطات كما قلنا في التحديد، وجانب منها يرجع للشخص نفسه. أنا أرى أن يعني كثير من العلماء تناقشوا منهم يقولوا أنت قلت له صراحة أنت المسؤول، لما يطلبون منك تعتذر تقول بأنه أنا لدي عدد كبير ولا عيب في ذلك. نعم تفضل أستاذ. خلاص السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. هو في عدة أسئلة، الحقيقة السؤال الأول كان في هذا الموضوع نتاع احتكار الهيئات الشرعية، لعل الجواب يكون في تفكير ما هي المقاييس المفروض التي تكون المقاييس العضوية في هذه المعايير، يعني المعايير العضوية في هذه الهيئات. منيح لو يكون فيه دراسات وبحث ونشرة حتى الناس تستفيد يعني من وتقلص من هذا الاحتكار، لأنه علم يعني، ولكن لعله ما رناش ماشي بالمعايير اللي تسمح لنا أننا نتعامل مع الواقع، عايشين في واقع أنه هيمنة المصرفية الغير الإسلامية، يعني العبارة هذه لازم واحد يراجعها،
على الساحة المالية العالمية، وبالتالي لابد من علماء عندهم علم الواقع هذا والمزايا إلى آخره. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل فيه مفهوم؟ لو فهمت الآن بأنه في السودان ربما عندهم شيء هذا في مفهوم فيما يخص البنك المركزي الإسلامي بين قوسين، ما هي كيفاش تكون؟ وسؤال أخير يعني اللي عنده علاقة بما إمكانية يعني من ناحية العملية، كيف يتم تحويل البنوك العادية التقليدية إلى بنوك إسلامية أو نظام مصرفي تقليدي في بلد ما يريد أنه حقيقة يتحول إلى البنوك أو المصرفية الإسلامية بين قوسين. عشقوا بين قوسين لأنه في حقيقة هل في هنالك فرق ما بين المصرفية الإسلامية والمصرفية اللاربوية؟ هذا لازم احنا نشوفه إذا كان فيه في فرق يعني. ويعني طبعا هنا بالمناسبة السؤال فيما يخص الفرق ما بين الفائدة والربا، الله أعلم فيه دراسات حديثة على اللي ربما تلغي أو تنسخ يعني النسخ المنسوخ فيها فيما يخص الفتاوى نتاع الأزهر القديمة وكذا، اللي تأخذ بعين الاعتبار الخدمة إلى آخره اللي تدخل في الفائدة يعني. الفكرة يعني إذا كان ما فيش، لكن نعني بالمصرفية الإسلامية معناته مصرفية لا ربوية، فربما يسهل الأمر اللي إحنا وينظر ريان فان دويل يعني في مصرفية تقليدية ندير فيها الربا صفر ونشوف ما هي التبعات نتاعها يعني، بدل ما نبقى بهذا الإسلامية كل شيء إسلامية، فتكون أفضل والله أعلم. وشو رأيك في هذا المقاربة؟ نعم يعني بالنسبة للمعايير يعني الموضوع اللي يعني باش نقلص الاحتكار وكذا، هو يوضع لك معايير يعني البنك الإسلامي يوضع لك معايير، مش ما يوضعش معايير، لكن تجد كما قلت لك يعني يضع معايير التي مباشرة تتخيل الشخص الفلاني أو الشيخ الفلاني فإذا بيلي، فيعني ما يديرش معايير اللي تنطبق على أي باحث شاب وكذا إلى آخره. هذه المشكلة وأنا أجبت عليها. البنك المركزي الإسلامي في السودان يعني موجود يعني لا يوجد هناك مشكل كما قلت، لأنه مدام بنوك إسلامية كلها في كل بنك إسلامي في هيئة رقابة شرعية، وهناك بنك إسلامي في الدولة، وهناك هيئة رقابة شرعية في داخل البنك المركزي هذا السوداني، ها تراقب الهيئات الشرعية وتكون على شكل كما نقول محكمة استئناف، يعني إذا كان العميل أحس بأنه ظلم في أي بنك إسلامي من هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي نتاعه، يمكن أن يرفع القضية إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المركزي، يعني هذه من بين أدوارها إضافة إلى المراقبة. وأيضا لا يعين أي عضو في هيئة رقابة شرعية لأي بنك إلا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية المركزية. فيعني هذا هو البنك المركزي السوداني، وإضافة إلى الشيء اللي ذكرته لك يعني المحافظ البنك المركزي الجوفيرنر يكون عضو في هيئة الرقابة الشرعية المركزية وأمين هيئة الرقابة الشرعية مثلا في السودان، مش عارف إذا موجود لحد الآن يعني نفس المنصب الدكتور أحمد علي عبد الله هو أمين العام لهيئة الرقابة الشرعية المركزية، أيضا يحضر اجتماعات يعني مجلس البنك المركزي الذي يصادق على الخدمات والمنتجات، فلاحظ فيه تبادل، المحافظ البنك المركزي يكون يفهم في الأمور الشرعية، وهذا اللي يكون في الأمور الشرعية يحضر في الأمور التقنية باش يصادق عليها، ففي تناسق جميل جدا. ربما يعني هذا هو الشيء اللي يخلي السودان يحارب ولا يترك تجربته تصدر للخارج. التحول حقيقة يعني من النظام المصرفي أو لا أدري إن كنت تتحدث عن المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي، يعني يكون في بلد ما يريد، نعم في بلد ما هو، ما هي التحديات لهذا؟ نعم
هو في تحديات كثيرة يعني. طبعا أهم شيء هو الإطار القانوني كما قلت، إطار تشريعي، توفير الإطار الملائم الذي يكون يفهم، لأنه هذا هو الشيء اللي ينقصنا في كثير من الدول العربية. يجيبوا يعني موظفين ومسؤولين من البنوك التقليدية متشبعين بالفكر التقليدي، فهذه مشكلة. أيضا أهم شيء للنجاح يكون هناك تدرج، هذه أهم متطلب. لا يمكن أن تحول نظام تقليدي يعني يعمل بنظام غير إسلامي لسنوات عديدة جدا ممكن منذ استقلال الدولة بين عشية وضحى إلى نظام إسلامي، مستحيل. فلا بد أن يكون هناك تدرج ويكون هناك تحضير جيد. المصرفية، ما هو الفرق بين المصرفية الإسلامية والمصرفية اللاربوية؟ شوفها نفس الشيء يعني، تلاعب بالألفاظ. نقول لاربوية باش نتفادى كلمة إسلامية، لأن هناك أشخاص وهيئات وحساسيات عندهم حساسية من كلمة كل ما فيه إسلامي، فيقولون مصرفية لاربوية، مصرفية إلى آخره، فهو نفس تقريبا نفس المعنى. نعم. هو إذا كمل الفروق صغيرة بس يعني. نعم. هو الفكرة هنا مش قضية في حال خايفة قمت عندها ربط بالمعايير هذه الهيئات الشرعية، إنه ربما الناس يعني يفتقرون إلى العلم المصرفية أو التقنية المصرفية ويفرضون آراءهم بالفتاوى هكذا ليعطلوا العمل المصرفي، ولذلك إذا كان قضية راهي مفهوم إسلامي معناته لا رباوي، إذن أنت راك في حاجة إلى الناس الأخصائيين في الاقتصاد وفي المال، صحيح. ما هوش في الشرع، شرع واضح، صحيح. هل هذا اللي بتقصد يعني؟ صحيح صحيح، لابد وهذا الشيء اللي خلاهم يوقعوا في كثير من الأخطاء. لابد عضو هيئة الرقابة الشرعية يكون يفهم في الأمور المالية والبنكية والأمور الشرعية، هذا شيء مفروغ منه. لكن أحيانا يكون مزدوج، يكون قرين، قرين في هذا المالية، صحيح. يكون يفهم ويكون عنده تكوين مزدوج، لكن مع الأسف هناك من يأخذها بالتجربة، هناك من تجده عصام يكون نفسه، يعني كل الأشكال تجدها في هيئات الرقابة الشرعية. سمع حضرتك بتكلم عن التحديات الرهينة في المصرفية الإسلامية. ميكروفون. موضوع المحاضرة التحديات الرهينة المصرفية الإسلامية في المجتمع بتاعنا النهاردة، وإنه مجتمع بس ما تكلمتش على إزاي المصارف الإسلامية بتواجه تضخم العملة أو مشاكل تضخم العملة. ياريت لو حضرتك تدينا نبذة إذا كانوا بيعملوا حاجة على الموضوع ده، يعني بتكون ايه. شكرا. الحقيقة يعني هذا الموضوع تضخم العملة وتدهور القيمة الشرائية للنقود لا يعالج من طرف البنوك الإسلامية، يعني هذا يعالج على مستويات أعلى، يعالج من طرف السلطات، يعالج من طرف البنك المركزي إلى آخره إلى آخره، لأنه يعني في الحقيقة هذا الموضوع قديم درس كثيرا، فهناك من يتخذه كذريعة لتحليل الربا. يقول لك مثلا أنا أخذ فائدة من البنوك قدرها مش عارف أنا مثلا 5% وعدل التضخم في الدولة 8%، فيعني لازلت لم أصل إلى ما فقدته بسبب التضخم. لكن يعني يجب أن لا نخلط، الفقهاء قالوا بين لا يكون التضخم ذريعة، لا نعالج مشكل بمشكل، لأن يعني الربا مشكل والتضخم مشكل، لا نعالج مشكلة بمشكلة. التضخم يعالج من طرف الدولة إصلاحات اقتصادية، تحرير اقتصادي إلى آخره إلى آخره، حتى يعني لا يكون ذريعة هذا الشيء يقوله الفقهاء، لا أقوله أنا. وبالتالي ليست مشكلة البنوك الإسلامية، هي تحتاط فيه صحيح كنوع من المخاطر وتتخذ مثلا الاحتياطات، لكن المعالجة يكون على مستويات أرفع. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور سليمان. سؤالي حول القاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. نعم. هل نفس المعايير اللي تنطبق على البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي
نفس المعايير تطبق على البنوك الإسلامية في العالم الغربي أو ما يسمى بفقه الأقليات؟ هذا هو السؤال. نفس المعايير مطبقة على البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية؟ نعم. نأخذها بكل حذافيرها ونطبقها على نفس المعايير مطبقها على البنوك الإسلامية في الغرب؟ هذا هو السؤال. يعني هذا سؤال جيد، لكن تغير الفتوى لا يتعلق أيضا مثل الأخ يعني لا يتعلق بالبنك الإسلامي، وما قالوا تغير الفتاوى يتعلق بالبيئة والأفراد الذين يعيشون فيها. يعني مبادئ المصرفية الإسلامية ثابتة، يعني أعطيك مثال، لكن الفرد يعني لما يجي يسأل، وأكيد حضركم سمعتوا عن الشخص الذي سأل الدكتور القرضاوي حول الاقتراض بفائدة من أجل تمويل المساكن. طيب هذا يقول له يعني في العالم العربي وفي العالم الإسلامي حرام، موجود بنوك إسلامية، موجود بدائل، موجود يعني مليون طريقة لكي تحل مشكلتك مثلا. لكن لما يقول له أنا في الغرب ليس لدي بنوك إسلامية، بنوك تقليدية فقط وتشتغل بالربا أو بالفائدة، وليس لدي بديل ومحتاج جدا لهذا السكن مثلا إلى آخره إلى آخره، فأجاز لهم الاقتراض بفائدة. لاحظ أنه الاقتراض بفائدة هو أصلا محرم، لكن البيئة كما قلت حضرتك تلعب دور. فيعني لا أرى تتعلق بالبنك الإسلامي نفسه، لكن تتعلق بالأفراد وبالبيئات التي يعيشون فيها. نعم. فيمكن من هذا الجانب أن نقول لا أريد أن أقول يعني الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. لاحظ أنا ما قلتش أن الربا كان حرام وأصبح حلال، لا، لكن يعني يكون فيه استثناءات للضرورة كما يقول الفقهاء والأصوليون، والضرورة تقدر بقدرها، بمقدار تلك الضرورة نفتح الباب ونغلق. فهمت حضرتك؟ نعم. نعم. شكراً يا أستاذ لهذه المحاضرة. عندما تواجهون هذه التحديات الاقتصادية والدينية، ممكن أن تتكلم قليلاً عن نوعية المناقشة والمشاركة بين علماء الدين والفقهاء ومتخصصي الاقتصاد؟ لديهما تخصصان مختلفان، فهل هذا يؤدي إلى هذا البعد في التخصص يؤدي إلى نوع من التوتر أو مشاكل حينما يعني أنتم تجلسون في الطاولة؟ كيف تتكلمون وكيف تواجهون هذه التحديات وهذا التكلم بين الفقهاء الدين والمتخصصين الاقتصاد؟ ومن له يعني سلطة الاختيار، سلطة القرار في هذا المجال؟ أخيرا لمن؟ لا هو مدير البنك. لا في يعني لا أريد أن أقول من له سلطة القرار، لأنه هناك تكامل أكيد. يعني إذا كنت تسأل عني شخصيا، يعني أنا العبد الضعيف، جلست مع هؤلاء العلماء. أنا مثلا كاقتصادي أفهم كثيرا في البنوك، وأصلا يعني مجال يعني تدريسي في الجامعة وإدارة البنوك. أحياناً أجلس مع هؤلاء الفقهاء الذين يعني ليس لديهم جانب اقتصادي أو جانب مصرفي، وهو لديه جانب شرعي، فأجد أنواع مختلفة صراحة. يعني هناك من يعني تأخذه العزة ولا يريد أن يتعلم وتصحح له ولا يصحح، وهناك من يتواضع صراحة تقول له بأن المعاملة لا تمشي هكذا بل تمشي هكذا إلى آخره إلى آخره، وتفهمه في العملية فيتفهمك ويمكن أن يصحح فكرته. يعني كل النماذج موجود. أنا أتحدث عن ما صنفته يعني شخصيا. نعم. لكن يبقى في الأخير كما قلت لك، يعني وشيء الجميل والأحسن أن يكون هناك تكامل، لا يكون هناك من يتخذ القرار. نعم. عندنا وقت لسؤال واحد، فهذا سؤال أخير إن شاء الله. شكرا دكتور سليمان، محاضرة قيمة جدا، طبعا تحديات كبيرة بالتأكيد تواجه المصارف والصيرفة الإسلامية. عندي سؤال،
وهو لا علاقة بالاقتصاد العالمي. كثير من الدول الإسلامية الآن بما فيها ماليزيا وهي دول حققت أشواط لا بأس بها ومنها إيران تحاول، حتى إيران بعد الحصار اللي صار عليها تحاول أن تندمج في الاقتصاد العالمي تحت إطار ما يسمى بالعولمة. الإمارات طبعا قطعت شوط كبير، وكثير من الناس يقيموا في التجربة الإماراتية أنها هي حققت أشياء كثيرة لأنها اندمجت في المنظومة. السؤال الآن في ظل التسابق نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، تصبح فكرة الإسلام الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية يعني في تواجه تحديات أكبر وأكبر، يعني يضعها في مأزق فعلا. ناحية تريد التخلص من الهيمنة الغربية والهيمنة يعني الدولية في المجال الاقتصادي، في نفس الوقت الركائز الاقتصاد الإسلامي نفسها تواجه في تحديات، وأعتقد أن في يعني صلة جوهرية بين الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، فإنك ممكن تشرح حول هذا الموضوع. شكرا. والله هو من وجهة نظري الشخصية لا أجد هناك يعني تحدي يمكن أن نسميه كلمة تحدي للاندماج في الاقتصاد العالمي لسبب بسيط، يعني لأن الأزمة المالية لأن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 كما يقولون يعني رب ضارة نافعة، هي الذي الأنظار في الغرب تتجه نحو المصرفية الإسلامية. لماذا؟ لأنه وجدوا، وهذا ليس مجرد كلام، وجدوا أن هناك بنوك كبيرة عندها سنوات وقرون تشتغل انهارت، ووجدوا أن بنوك إسلامية أنشئت مثلا من عقد أو من عقدين وثبتت ووجهت، ووجدوا بأن السر في العمل المصرفي الإسلامي. فقال لك هذا العمل يعني هذا السيستم أو هذا النظام المصرفي يحمل في طياته بذور البقاء وليس بذور الفناء، فأصبحوا يهتمون به ويدرسونه ويدرسونه إلى آخره. وعندك أحسن مثال بريطانيا، يعني لم نقم نحن كمسلمين نعرفها، صحيح ممكن فيه مجهودات متواضعة، لكن هي التي أصبحت تفتح في جامعاتها وتعقد ملتقيات وتصدر صكوك إسلامية إلى آخره لأنها اقتنعت بهذا الشيء. فهمت حضرتك؟ في فرنسا نفس الشيء، من كان يعتقد أن فرنسا التي كانت العدو اللدود يمكن العبارة لكل ما هو لا أقول إسلامي كدين في مجال الاقتصاد في مجال البنوك الإسلامية كانت ألد أعداء بالنقيض تماما من بريطانيا المجاورة، لم تكن تسمع في فرنسا أي كلمة تسمى بنك إسلامي أو صكوك إسلامية إلى آخره. بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 أصبحت ربما تسمع بها كريستين لاغارد التي هي الآن في صندوق النقد هنا في أمريكا، كانت قبل وزيرة الاقتصاد في فرنسا، هي إنسانة ليست مسلمة يعني ترونها يعني سافرة وكل شيء، لكن أصبحت يعني تخوض حروب يمكن أن نسميها معارك في البرلمان الفرنسي، تقول لهم نريد منكم أن تسنوا لنا قوانين وتشريعات لكي تسمح لنا كمسؤولين لأن نستقبل البنوك الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية. أصبحوا هم يقتنعون، وبالتالي يعني أرى أنه هذا ليس تحدي، لأنه التحدي عندما يكون نحن نريد أن نفرض على الغرب أو على العالم هذا الشيء، لكن أصبح العالم الحمد لله كله هو الذي يريد وهو الذي بعد أن اقتنع يرغب في تطبيق المالية الإسلامية. شكراً للأستاذ سليمان على هذه المحاضرة الممتازة القيمة، وأنه بيّن كثير من هذه التحديات، مع العلم أن التحديات غير منحصرة على المصرفية الإسلامية، بس هناك التحديات المصرفية العادية وغير الإسلامية كثيرة خاصة بعد الأزمة المالية سنة 2008. وجزاكم الله خيراً على حضوركم، ونختتم بقراءة سورة العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. عدنا من ساعة لآخر الصلاة الجمعة.